أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صفة الكلام لله صفة ذاتية أو فعلية، أو هي ذاتية فعلية؟ ما هذا التكلف؟ حسبك أن تقول: كلام الله سبحانه وتعالى من صفات أفعاله، من صفات أفعاله. فالكلام من صفة الأفعال التي يفعلها متى شاء سبحانه وكيف شاء، ولا لك دخل في هذا التشدد وهذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.